السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم على قناة مستر كحل. مرحبا بجميع الإخوة الأفاضل على قناة مستر كحل، والتي تشرح لك مجال تجارة الدومينات بالشرح العملي والتطبيقي. إن كنت أول مرة تشاهد فيها قناة مستر كحل، فأولا مرحبا بك، وثانيا أدعوك أن تقوم بالاشتراك الآن في القناة، لأنني أشرح مجال تجارة الدومينات ومجال الاستثمار في الدومينات بشرح عملي وتطبيقي وتفصيلي، حيث أنني قمت بدورة شاملة حول تجارة الدومينات، وقمت أيضا بدورة شاملة حول تسويق الدومينات، والآن أنت تشاهد معي دورة البراند إيبل دومينز، والتي سوف تكون مفيدة جدا لجميع الإخوة الأفاضل، مما سوف يجعلهم يحققون مبيعات كثيرة جدا بآلاف الدولارات. إن كنت مهتما بأن تقوم ببيع الدومينات بسرعة، وكذلك إن كنت مهتما برؤية دراسة حالة قمت بها شخصيا وقد قمت ببيع دومين في 3 أيام فقط، فأدعوك أن تقوم بالدخول إلى هذا الرابط والذي سوف تجده أسفل هذا الفيديو. فقط قم بوضع اسمك والإيميل الخاص بك، وسوف تتوصل بدراسة الحالة التي أعدك بها. سوف تتوصل أيضا بالرسائل التي أستعمل من أجل أن أقوم ببيع الدومينات بهذه السرعة، وكذلك سوف ترى معي أنني سوف أقوم بتحدي. هذا التحدي يهدف إلى أن أقوم ببيع أحد دومينات المتابعين، فمن الممكن جدا أن تكون أحد هؤلاء المتابعين الذين سوف أقوم ببيع الدومين الخاص بهم. إذن إن كنت مهتما بالحصول على جميع هذه الأشياء، ففقط قم بالولوج إلى هذا الرابط أسفل هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله سوف نكمل معكم دورة البراند إيبل دومين، حيث أننا قمنا بتقديم بسيط جدا في الدرس السابق. قبل ذلك تعرفنا على أنواع الدومينرز، وكذلك تعرفنا على أهمية أن تمتلك بورتفوليو، وهذا البورتفوليو سوف يجعلك تحقق مبيعات كثيرة إن قمت باختياره بالشكل الصحيح. لو سألتك بكل بساطة عن هذا اللوغو، هذا اللوغو سوف تقول لي أنه خاص بجوجل، جيد جدا. هذا أيضا معروف جدا أنه خاص بستاربكس، يعني هذه الشعارات هي معروفة جدا. أيضا هذا معروف جدا أنه اسمه خاص بكوكا كولا، يعني هذا يعتبر براند عالمي جدا. هذا أيضا اسمه هيوج كاسا دوت كوم، هذا أحد الدومينات الخاصة بي، وهو أيضا يستهدف نيتش العقارات. كما ترى أمامك أننا نرى اللوغو ونرى اسم البراند، فما يكتب هو اسم البراند، واللوغو هو ما يعطيك النظرة ويعطيك الرؤية التي سوف تضع فيها هذا البراند. مثلا لو قمنا بأخذ فقط أسماء البراندات بدون أن نقوم بوضع لوغو، سوف نرى إن كنت سوف تستطيع معرفة هل هذا البراند يستهدف نيتش معين، أم أنه نيتش عام جدا، أو أنه لا يستهدف أي نيتش كيفما كان. مثلا لو قمت بقراءة اسم هذا اللوغو، وهذا اللوغو هو فعليا موجود وهو للبيع، هذا اللوغو ليس ملكي لكن رأيته أنه للبيع، يعني luxiana.com. هذا البراند يعني يستهدف أي شيء له علاقة باللوكشوري والأشياء الفارهة والأشياء الثمينة والأشياء الغالية جدا، يعني مثلا السيارات الفخمة، أو مثلا الساعات الفخمة، يعني أي شيء له علاقة بالفخامة. ثاني لوغو معنا هو kidvia.com، هذا أيضا يستهدف نيتش الأطفال، يعني موجودة فيه كلمة kid. يعني هنا أنت لا ترى أي لوغو كيفما كان، لكن أنت تعرف فقط من خلال قراءتك لهذا اللوغو، أنت تعرف جيدا بأن هذا النيتش يستهدف مثلا نيتش الأطفال. مثلا هذا البراند cleanay.com، يعني أي شخص مثلا قام بقراءة cleanay.com سوف يظن وسوف يرى بأن هذا البراند يتخصص مثلا بكل ما يخص التنظيف، قد يكون مثلا تنظيف المنازل، تنظيف أي شيء كيفما كان. وقد يفكر شخص ما أن هذا البراند يستهدف مثلا برنامج خاص بتنظيف مثلا تنظيف الحواسيب، أو مثلا تطبيق خاص بتنظيف الهاتف، يعني أن الاسم وهذا البراند له معنى، وهو يستهدف مثلا نيتش معين. مثلا هذا البراند أيضا
pixelon.com. هذا مثلا قد يفكر شخص ما أنه ما دام أنه له علاقة بالبيكسل فهذا يعني أنه يتخصص مثلا بسوفتوير، يعني أن الأمر واضح جدا. هذا البراند أيضا جيويلوس، هذا يظهر جليا بأنه يتخصص مثلا بنيتش الجولوريز، يعني الحلي وكل ما إلى ذلك. هذا البراند أيضا cleanwallet.com، يعني هنا شخص ما سوف يظن وسوف يرى وسوف يكون متأكدا بأن هذا البراند هو متخصص بنيتش الفاينانس، لأنه به كلمة wallet. لا تقلقوا في كل ما يخص طريقة اختيار أسماء البراندات وطريقة صناعة أسماء البراندات مثل هاته وأحسن من هاته إن شاء الله، كل شيء سوف أتطرق له إن شاء الله في دورة أسماء البراندات أي البراندابل دومينز، وكل شيء سوف أتحدث عليه بالشرح العملي والتطبيقي وبجميع التفاصيل المملة. الآن بعد أن قمت برؤية هذه البراندات كلها ورأيت أن كل براند يتخصص في نيتش معين أو في سوق محدد، سوف تتعرف معي في هذا الفيديو إن شاء الله ما هو الفرق بين البراند الذي قمت برؤيته الآن وكلمة أخرى سوف نقوم بالتعرف عليها أيضا، وهي كلمة البراندين. فعندما قمت مثلا برؤية لوجو خاص بكوكاكولا فقد قمت بقراءة كلمة كوكاكولا فتبادر بذهنك أنه خاص بالمشروبات وكل ما إلى ذلك. لو لم تقم كوكاكولا بعمل كل هذه الإشارات يعني طيلة هذه السنوات وقد جئت وقمت بقراءة كوكاكولا بدون حتى أن تعرفها، فمن البديهي جدا أنك لن تفكر بأنه له علاقة بالمشروبات الغازية وهذه الأشياء. لكن على العموم لكي تفهم الأمر بفهم بسيط جدا ولكي تفهم الأمر بشكل الصحيح، سوف نبقى أولا مع هذا الفاصل الإشهاري ثم سأعود إليكم إن شاء الله لكي أشرح لكم كل شيء بالتفصيل الممل حتى تفهموا جيدا ما هو الفرق بين البراند والبراندين. أوكي؟ إذن هذا الفيديو هو برعاية موقع نيم سايلو. نيم سايلو هو أحد المواقع المعروفة جدا في مجال تجارة الدومينات، حيث أنه يعتبر أحد الرجسترار المعروفين جدا في هذا المجال. يوفر لك أثمنة في المتناول، يوفر لك استضافات VPN ومجموعة من الأدوات التي تفيدك في البيزنس الخاص بك وأيضا التي تفيدك في مجال تجارة الدومينات. موقع نيم سايلو أيضا يمكنكم شراء منه الدومينات بأثمنة رخيصة جدا، وأي شخص قام بشراء دومين باستعمال موقع نيم سايلو وقام باستعمال الكوبون التخفيض الذي سوف يظهر لك الآن في الشاشة والذي هو ميستر كيحل، فسوف يحصل على فيديو مهم جدا يشرح لك كيفية إيجاد الآلاف من الزبائن المحتملون في وقت سريع وسريع جدا. أي شخص قام بشراء الدومين باستعمال هذا الكوبون فقد قم بمراسلتي على الإيميل الذي سوف تجده أسفل هذا الفيديو أو سوف تراه هنا في الشاشة. أوكي؟ إذن بعد أن تعرفنا على موقع نيم سايلو سوف نمر الآن إلى الشرح العملي. إذن مرحبا بكم مرة أخرى على قناة مستر كيحل. اليوم سوف نرى ما هو أولا البراند. البراند هو بكل بساطة يعني بعيدا عن كل ما هو أكاديمي وبعيدا عن كل ما هو معقد وهذه الأشياء، فالبراند بكل بساطة هو إما كلمات وإما حروف وإما أرقام وإما مزيج من الحروف والأرقام الذي يعبر عن اسم لمنتج، اسم لشركة، اسم لمنظمة، اسم لجمعية، اسم لفريق كرة القدم، يعني اسم لأي شيء كيفما كان. مثلا بالنسبة لقناتي قناة مستر كيحل، فمستر كيحل يعتبر براند خاص بقناة مستر كيحل، لذلك فالبراند هو يعتبر الاسم الذي يكون خاص بأي شيء تحاول أن تقوم بالتسويق له، إما يكون غرضه غرض ربحي محض تقوم ببيع منتج أو أي شيء من هذا القبيل، أو أنه يكون غرض غير ربحي لكن على الأقل يكون مثلا اسمه اسم براند حتى يقوم أي شخص بمعرفته
حين تقوم بذكره. في دورتنا إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية اقتناص وكيفية اختيار وكيفية إنشاء أسماء براندات جيدة جدا تعطيك قوة وتجعل جميع المؤسسات التي قمنا بالتحدث عنها تكون متلهفة لكي تقوم بالحصول على اسم البراند الخاص. أوكي؟ مثلا عندما نتحدث عن أسماء البراندات، فمثلا نايك هو يعتبر اسم براند. نحن الآن لا نتحدث عن اللوغو ولا نتحدث عن ماذا يفعل نايك وما هي منتجاته وهذه الأشياء، لكن نايك كلمة نايك تعتبر اسم براند. نفس الأمر بالنسبة لفيسبوك، يعني أيضا موقع فيسبوك يعتبر اسم براند. نفس الأمر بالنسبة لنيترو، يعني السوفتوير الشهير جدا هو أيضا يعتبر اسم براند. نفس الأمر بالنسبة لأبل، أبل أيضا يعني رغم أنها كلمة صحيحة في اللغة الإنجليزية وتعني التفاحة، لكن هنا أيضا تعتبر اسم براند. وكذلك تشيومي، تشيومي أيضا يعتبر اسم براند. نحن الآن لا نتحدث عن المنتجات ولا نتحدث عن ما الذي يبيعه كل شركة على حدة، يعني مثلا مستر كيحل أيضا يعتبر اسم براند خاص بي أنا شخصيا، يعني هذا يعتبر نوع من أنواع البراندات يسمى البيرسونال براندين. لكن مستر كيحل هي كلمة غير معروفة في العالم بأسره، يعني غير مشهورة عالميا، وهو أيضا يعتبر اسم براند. يعني ما أريد فقط أن أقوم بتبسيطه لكم هو أن البراند بكل بساطة هو الاسم الذي تطلقه على الشركة، المنظمة، الجمعية، الفريق، القناة، يعني قناة يوتيوب، قناة تلفزة، مثلا حساب إنستغرام، صفحة على فيسبوك، يعني الاسم الذي تطلقه على أي شيء كيفما كان فهذا يسمى براند. أوكي؟ أتمنى أن الأمر واضح جدا. أما عندما نتحدث عن البراندين فهنا نأخذ اسم البراند الخاص بك، يعني مثلا مستر كيحل، يعني سوف أعطيكم مثال بمستر كيحل لكي تفهموا معنى البراندين، لأنني فعليا يعني إلى حد ما قمت بعمل براندين معكم. عندما نتحدث عن مثلا مستر كيحل، فمستر كيحل بالنسبة للأشخاص الذين يتتبعون قناة مستر كيحل منذ البداية فهم يعرفون أنني أشرح مجال تجارة الدومينات. يعني أي شخص مثلا سوف يرى مستر كيحل ويرى اللوغو الخاص بمستر كيحل سوف يتبادر في ذهنه أن هذه القناة تشرح تجارة الدومينات. نفس الأمر سوف يرى بأن قناة مثلا مستر كيحل شرحت كل شيء شرح عملي وتطبيقي وتفصيلي. سوف يرى أيضا بأنني قد قمت بعمل شروحات طويلة بعض الشيء، يعني العديد من الأشخاص تبادرت هذه الفكرة في ذهنهم. أوكي، لنقوم بتغيير مثلا مستر كيحل ونتحدث مثلا عن أبل. يعني أبل يعتبر اسم البراند، وعندما نتحدث عن أبل نحن مثلا نتحدث عن شركة خاصة بالهواتف، شركة خاصة بالحواسيب، يعني شركة تعتبر شركة عالمية. ما دمنا تحدثنا وقلنا أن شركة أبل هي شركة خاصة بالحواسيب وشركة عالمية، فهنا أبل قامت بعمل براندين لها مما جعلك تفكر أنها فعليا شركة خاصة بهذه الأشياء. سوف تفكر أيضا بأن شركة أبل هي شركة مثلا يعني معروفة جدا بالحماية والسيكيوريتي، يعني هذا أيضا يدخل ضمن البراندين الذي فعلته شركة أبل، مما جعلك تفكر بأن أبل هي شركة قوية جدا في كل ما يخص الأمن والسيكيوريتي. أيضا عندما سوف تفكر في أبل يعني سوف تفكر في التفاحة واللوغو الخاص بها، يعني سوف تظهر في ذهنك الصورة الخاصة باللوغو الخاص بأبل، يعني هذا أيضا يدخل ضمن البراندين. أيضا عندما سوف تفكر في أبل سوف تفكر في الأثمنة المرتفعة. نعم، هذا أيضا معروف جدا بأن أبل أثمنة منتوجاتها هي مرتفعة بعض الشيء، يعني لذلك هذا أيضا يدخل ضمن البراندين. عندما نتحدث عن البراندين فهنا نتحدث عن الصورة التي تخطر في ذهنك عندما نرى هذا اللوغو. في دورتنا هذه دورة البراند إيبل دومين نحن نركز بكثرة على أسماء البراندات لأنها التي تدخل في مجال تجارة الدومينات، لكن لا تقلقوا سوف أقوم بعمل درس حول البراندين وحول طريقة عمل البراندين
لكي تقوموا أنتم أيضا بعمل براندين للمنتوجات الخاصة بكم، لمواقعكم، لشركتكم، لمنتوجاتكم، ولما لا تقومون أيضا بعمل إيجنسي خاصة بالبراندين، وبعد ذلك تحققون منها الآلاف من الدولارات. يعني لا مشكلة أن أقوم بعمل دورة شاملة حول البراندين، لكن إن شاء الله سوف يتم عملها يعني بعد أن أنتهي من كل ما يخص دورة البراند إيبلومين وبعض الدورات الأخرى التي سوف تأتي والتي تتخصص أيضا في مجال تجارة الدومينات والاستثمار في الدومينات. عندما نتحدث عن البراندين، يعني مثلا عندما ترى هذا الشعار وعندما تقوم بقراءة فيراري، فهنا سوف يتبادر في ذهنك بأن هذه العلامة التجارية هي خاصة بشركة السيارات. يعني كلمة فيراري هي تعتبر اسم البراند. عندما تفكر بأن فيراري تمتلك سيارات رائعة جدا وأثمنة كبيرة جدا، وهي شركة معروفة جدا يعني متخصصة في السيارات الرياضية القوية الجميلة جدا، فهنا فيراري قامت بعمل براندين لك. أيضا عندما ترى مثلا سامسونج سوف تفكر بأنها مثلا متخصصة يعني متخصصة في الإلكترونيات، مثلا الهواتف، التلفاز، أيضا الثلاجات وهذه الأشياء، فهنا أيضا شركة سامسونج قامت بعمل براندين. نفس الأمر بالنسبة لجودادي. عندما سوف ترى جودادي سوف تفكر في ذهنك بأنها شركة قديمة جدا متخصصة في بيع الدومينات، بيع الاستضافات، بيع الفي بي اس، الفي بي ان وكل شيء من هذا القبيل. يعني هنا يظهر لك بأن جودادي قد قامت أيضا بعمل براندين للبراند الخاص بها، مما جعلك تقوم وتنظر وترى في ذهنك بأنها شركة خاصة بالدومينات وكل شيء من هذا القبيل. أتمنى بأن شرحي كان واضح ومبسط. نحن الآن لا نتحدث عن البراندين ولا نقوم بالغوص التعمق فيه، لأنه فعليا يلزمنا العديد والعديد من الدروس، والحمد لله لقد رأيت بأن هناك العديد والعديد من الإخوة العرب الذين قاموا بشرح البراندين يعني شرح جيد جدا بأمثلة عملية وحصرية. أنا شخصيا أشرح البراندات وأشرح أسماء البراندات، سأشرح أنواع البراندات وطريقة اقتناصها وطريقة إنشائها، وسوف أعطيكم أيضا الكثير والكثير من النصائح التي تجعل من أسماء البراندات الخاص بكم أسماء قوية جدا. وأهم شيء أنني سوف أريكم طريقة بيع هذه البراندات بأثمنة كبيرة وكبيرة جدا. أوكي؟ أتمنى بأن شرحي كان واضح جدا، أتمنى أن شرحي كان بسيط أيضا يعني سهل في الفهم. إن كان لديك أي سؤال وإن لم تفهم أي شيء كيفما كان، فقط قم بوضع تعليقك في أسفل هذا الفيديو، أو قم بالانضمام إلينا إلى مجموعتنا على فيسبوك، مجموعة Make Money with Mr. Kihel، وسوف تجد جميع الروابط أسفل هذا الفيديو. لا تنسى أيضا إن كنت مهتما بالانضمام إلى القائمة البريدية والحصول على دراسة الحالة، زائد الحصول على الرسائل التي أستعمل، ثم المشاركة في التشالنج الذي سوف أقوم به والذي هو بيع الدومينات الخاصة بالمتابعين الأعزاء، ففقط قم بالدخول إلى الرابط الذي سوف تجده أسفل هذا الفيديو، وإن شاء الله سوف تستفيد كثيرا من هذه المعلومات التي أقوم بمشاركتها معك. أوكي؟ إذن شكرا لكم على المتابعة وتحياتي لكم. لا تنسى الاشتراك في القناة إن كنت لم تشترك بعد، لا تنسى تفعيل الجرس لكي تتوصل بإشعار حين أقوم بنشر الدرس القادم حول البراند إيبل دومين، وكذلك لا تنسى عمل فولو على حساب على إنستغرام، وجميع الروابط سوف تجدها أسفل هذا الفيديو. أوكي؟ إذن تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.